الصورة هنا تخبر عن حال اقتصاد غزة بعد 8 سنوات من الحصار الإسرائيلي وما تخللها من حروب 3. حروب وحصار عاشها سكان القطاع، وحالهم من سيء إلى أسوأ وفق معطيات البنك الدولي الذي قال إن اقتصاد غزة بات على حافة الانهيار. قطاع غزة ليس على وشك الانهيار كما يقولون، بل هو منهار فعلا. المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ناحية البطالة، عدد السرقات، أنواع الجرائم وعددها، نسب البطالة بين الخريجين، نسب البطالة بشكل عام، حالة الفقر، التسرب من المدارس، الانحرافات والإقبال على الإدمان على المخدرات، كلها مظاهر تقول أن النسيج الاجتماعي في قطاع غزة يتعرض لعملية انهيار كاملة، ستجعل من قطاع غزة مجموعة من الأفراد دون أن يكون هناك رابط اجتماعي. في شوارع غزة لا تجد صعوبة في التعرف على مؤشرات تفشي البطالة والفقر بين السكان بعدما بات 43% منهم بلا عمل وفق تقرير البنك الدولي. واقع اقتصادي صعب، معدل دخل الفرد اليومي دولار واحد و80% تحت خط الفقر، هذه أرقام صادمة. المجتمع الدولي اليوم مطالب أن يمارس ضغط حقيقي على إسرائيل لرفع الحصار، تقرير البنك الدولي ينسجم مع هذه الإحصائيات ومع هذه البيانات، لكن مطالب البنك الدولي، مطالب الأمم المتحدة، مطالب المجتمع الدولي أن يمارس الضغط الحقيقي على إسرائيل لإنهاء الحصار. الحالة الاقتصادية تنبئ عنها أسواق غزة أيضا، فهذا السوق الشعبي الرئيسي في المدينة بات طريقا للمارة أكثر منه مكانا للمتسوقين. على مدار الأعوام الماضية صدرت مئات التقارير والتحذيرات من جهات محلية ودولية حول خطورة الأوضاع المعيشية في غزة نتيجة الحصار والحروب، لكن الحال يزداد سوءا دون تقديم حلول أو مبادرات عملية تعالج الأزمة. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.